فقط وحصريا على سلامي على افراحكم يا اهل العسل لم عبد الله الغالية تحية مع التقدير سلامي على اللي حط من زالكم في العز وحز الخطى للمجد من حسن تفكيرا من ام عبد الله اللي طيبه اللي بالقسى واللي بوجهه ما عرفنا فيه تكسير رساله غلا لك ابو عبد الله وانت نور العين ولك انت يا سامي تحيه مع التقدير يا سلام السعوديين هل الطيب والنقوى والاخلاص والغيرة يسلم عليكم النسايم وورد العين ولك آل الأسمر تحية مع التقدير لمدت يد العون محدن وراها يعين تحص الصعاب بكبرها حافة وبلغكم جزا تحياتي الغالي من السيف لجرب سيف الاجداد وغيره هلا في ضيافتكم سنين وراه سنين هلا حصل من بلادكم غير تقدير ترى الجسر وحده ما ربط بينها ناب علاقاتنا شي من الصعب تفسيره ونبقى عليها دام حنا من الحي المدام الدول ما بين جرفين وتحذير الى صد للظلو اتخاذ العدو الدين نقول احتزم يا جارحنا اهل الجيره ونصطاف ونجي مثل سور الصين ونعمل عليهم حس بالضيق والديرة على الجار يقدم حقوق اللي جاره زين على الفرد ما يعشق ورا ديرة تهديرة وانا خابر الاهلين توجد بهت كنتين قبيلات مقام وشان لو قالوا وصغير الا يا اهل الخير اهلا ننقسم نصين عسى كل بيت يزيد بالحب تعميره سلامي على افراحكم يا اهل العرسان لم عبد الله الغالية تحية مع التقدير سلامي على اللي حط من زالكم في العين وحز الخطى للمجد من حسن تفكيره ام عبد الله اللي طيبه اللي بالقسى واللي بوجهه ما عرفنا فيه تكشير رساله غلا لك ابو عبد الله وانت نور العين ولك انت يا سامي تحيه مع السعوديين هل الطيب والنقوى والاخلاص والغيره يسلم عليكم النسايم وورد العين ولك ايال الاسمر تحيه مع التقدير لمدت يد العون محدن وراها عند حط الصعاب
الفرح وبلغكم جزا تحياتي الغالي من السيف لجرب سيف الاجداد وما بيرا نوقف ونصطف ونجمد نسور الصين ونعمل عليهم حس بالطيق والديرة على الجار يقدم حقوق اللي جار زين على الفرد ما يعشق ورا ديرة تهديرة وانا خابر الاهل لتوجد بهت انتن قبيلات مقام وشان لو قالوا وصغيرة الا يا اهل الخير اهلا ننقسم نصين عسى كل بيت يزيد بالحب تعميرا أجمل لمسة للاستفسار أو الاتصال 0580 00